فن العيش، لأن الموضوع اللي هنتكلموا معاه اليوم واللي في معنا فيه ضيف وفن عيش. إنسان اختار طريقة باش أنه يعيش، اختار طريقة باش أنه يعطي للآخر، اختار طريقة باش أنه يكون منتج على الأرض. فلذلك دخلناها في فقرة فن العيش، ويا له من إنتاج. عرفتي الناس اللي معنا والضيف اللي معايا، هو مثلا هذا تيدي لي ديك هكا تيقول لك شي حاجة، إلا كان ممكن تعطيني هذا شدالاج وعلى هذا تيدي لي ديك هاشي هذا هو أب ما تطلقهاش، تيقول لك هو وتيجبدوا لك من هنا وشي حاجة بحال هكا. ناس تبارك الله احتراف كبير في الخفة. معايا حفيظ جود، غني عن التعريف حفيظ جود بطبيعة الحال، مرحبا بك. والله إلا عندي شرف أنني نصادفك في البلاط. شرف لي، شرف لي، وشكرا على يعني الدعوة. مرحبا بك خويا حفيظ. حفيظ أنا دائما تنقول كي تديروا ليها تتبقى تنبغي ندير فيها ذاك الوعر وغادي نحضي ربنا يخبيها هنا ولا والو، ما تتقشع عاود ما تتقشع ولا قبيلة قبل ما ندخلوا البلاطو درتي شي حويجات. انا من لحد الان تنقول باقي انا راه تنقدم في البرنامج تنقول كي داير ليها كي داير ليها، ما شاء الله عليك. ما شاء الله الله يبارك فيك. ما بغيناش نقدموك للمشاهد الكريم عبر فيديو تدير فيه لي توغ ديالك وهذا، ولكن لا حنا غادي نديروهم لايف ان شاء الله مباشره وغادي يشوفوا داك الشيء مباشر، ما فيه لا مونتاج لا والو. قول لي يا حفيظ جود، شكون هو حفيظ جود؟ حفيظ جود انا تزاديت هنا في المغرب وكبرت حتى وصلت عندي 16 سنه ونصف ويعني وهاجرت للديار الاوروبيه، ومن ذاك الوقت يعني وانا عايش في الدول يعني في فرنسا، وهذه واحد 6 سنوات انا عايش في 7 سنوات عايش في لندن. في استقريتي في لندن دابا؟ استقريت في لندن اكزاكتومون. جميل. هاد الفن هذا اللي هو العاب الخفه، كاين اللي تقول لك حيت كاين واحد اللي تقول لك سحار في التقديم، السحر ما عرفتش غادي نناقش القضيه ديال السحر، ولكن حنا خلينا في احتراف العاب الخفه لانها كفن وكابداع وانسان تيدير عليه يعني مجهود باش يوصل لواحد المستوى معين. حفيظ هاد الفن هذا ديال العاب الخفه كيفاش كسبتيها؟ واش كسبتيها هكذا يعني انك كنتي مولع بها، ولا كاينه شي مدرسه دخلتي لها في فرنسا ولا في الانجليز وتعلمتي بالضبط كيفاش انك احترفتي هذه الالعاب الخفه؟ انا كنت مولع ملي كنت في المغرب يعني صراحه، وكنت كنتفرج في التلفازه في دوك لي ماجيسيان اوروبيان ولا امريكان، و يعني المشكل اللي كان هو ما كانش الماتيريال في ذاك الوقت عندنا. منين مشيت للديار الاوروبيه لقيت المجال مفتوح وكاين مدارس للتعلم ديال الالعاب الخفه، ودخلت يعني من غير انني فكرت ان واحد النهار نكون يعني كيما يقولوا لاعب محترف بروفيسيونيل، يعني كانت كهوايه سي لا باسيون. والحمد لله حتى كتلقى واحد بالخدمه والاراده اكزاكتومون، الحمد لله كتلقى واحد النهار راسك ديجا تو دون بان كيما كنقولوا وكتكمل الحمد لله. برافو عليك. قول لي شحال ديال التكوين ياك تكونتي في مدارس فرنسيه؟ أيه. شحال ديال التكوين هو واش بحال التكوين الاكاديمي العادي بحال مثلا حنا لا قرينا الصحافه ولا قرينا موسيقى ولا اي حاجه، واش التكوين ديال هاد العاب الخفه ولا ماجي بحال هذا؟ هذا التكوين اللي درت ماشي اكاديميك، ولكن اكاديميك سا اكزيست يعني يلاه هذه واحد 6 سنوات يعني خرجت الحي الوجود في فرنسا. كاين يعني جامعه كتخرج كلاعب خفه او ماجيسيان في فرنسا، في انجلترا، لو جابون، لي ايتازوني، كاع عندهم يعني دي زونيفرسيتي ولا لا كوري دو سود عندهم ديزونيفرسيتي اللي كتخرج كفنان العاب الخفه. اما انا الحمد لله تعلمت كما يقولوا سور لوتا يعني دون بان، ولكن في المدرسه باغ كونت كاينه مدرسه اللي كتعلمك يعني ذاك الشيء البسيط يعني باش تعلم. والحمد لله كنت كندير اون باراليل كندير ذاك التياتر، يعني كان بالنسبه لي بجوج كيتكاملوا. راه وصلتي لواحد النيفو في العاب الخفه. تنطرح السؤال واش العاب الخفه بصح نيت؟ قول لي دابا انت مشيتي قلبتي على مستقبلك في هذا الاحتراف هذا، في هذا الشيء اللي تتبغيه اللي تتحبه، وقلبتي على مستقبلك في فرنسا وقلبتي على مستقبلك في لندن اللي مستقر فيها الان، وتدير جولات عبر العالم خاصه تما في بريطانيا في لندن.
هنا في المغرب تنظن كاين عندنا هذا المشكل ديال الالعاب الخفيفه، ما كاينش تكوين، ما كاينش اكاديميه تكوين، ما كاين معاهد تكوين، ما كاين حتى شي حاجه، ربما تعتبر شي حاجه يا راه تيدير وتيدير. هذا هو اللي يعني للاسف ما عطيناش قيمتها في المغرب. للاسف هذا هو للاسف يعني، وماشي غير في الفن ديال الالعاب الخفيفه، هو انا لاحظتها تقريبا في جميع الفنون. احنا يعني كما نقولوا دوماج كنبخسوا الافعال ديالنا ولا داكشي اللي كنديروا زوين كنبخسوه ولا كنصغروه. هو نورمالمون خصنا نعطيو القيمه لاي حاجه، اي فن ان تعطى له القيمه ديالو ونحترمو كما يقولوا الراي الاخر. وبالنسبه للجواب على واش فيه سحر ولا هو يعني غادي نرجعوا لها بلاتي، غادي نرجعوا ليها ان شاء الله. واخ حفيظ قود الان ملي تنتكلموا على الاحتراف، تبارك الله وليتي محترف، عندك صدى عالمي ماشي محلي، كمغربي حفيظ قود لا بغينا نهضروا على المكسب العايش، لان دابا انت خديتيها حرفه هي من شتاكل طرف الخبز. الحمد لله. يعني واش مأمن لك مستقبلك؟ ما تتحش براسك بانك ضيعتي راسك ملي تبعتي هذا المجال ولا الحمد لله؟ لا الحمد لله، هو في الاول كيكون صعيب. الحمد لله لهيه، اما كون بقيتي هنا وقلا تاسف ياك. انا ما اظن، ولكن الحمد لله يعني عايشين بخير الحمد لله. واخا في الاول كان صعيبه يعني، ماشي يعني سهله انك تجي وتوفر الوجود ديالك. انا نطلب منك طلبه واحده ما تبقاش ديرها. لا تصدق مغبر لينا الكاميرا ومغبر لينا المهدي، لان هذا سي سيغ جات اللي كنديرو حنا لا ماجي من باب البسط. كمل الحمد لله. يعني باش يعني كتولي انك كما يقول عندك واحد الصيت في ذاك الميدان اللي انت كتخدم فيه، كدير اش كنسميو حنا لي كونكور ولا لي فيستيفال، يعني اش كي بالعربي المهرجانات اكزاكتومون. اللي ربحت مثلا مهرجان في اش كي سميتو رويال ماجيك دريمز في بلجيكا، في الرتبة الأولى في بوك دو بياج في فرنسا، الرتبة الثالثة في فينيز. وملي كتشارك الله. الحمد لله ملي كتشارك، والحمد لله يعني كنشارك كمغربي، كيقدموك كمغربي يعني سين فيختي الحمد لله. شنو تعجبني بزاف الشباب المغاربة هو دابا أنت تكوينك في فرنسا، استقريتي في لندن، حصلت على الرتبة الأولى في بلجيكا، الرتبة الأولى في فرنسا، الرتبة الأولى في إيطاليا، ودائما العالم المغربي. الحمد لله ديما مغربي. ها هو ها أنا يعني هذيك فرصة لنا حنا كتقدمنا المغرب، وكيقول المغرب حتى هما كديروا بيان سيغ، حتى حنا عندنا فنانين اللي كيتعاطوا لهذا الفن، وكاينين بزاف إن شاء الله. اللي كنتمنى هو أن يوليو مدارس، هما كاينين مدارس ديال السيرك عندنا في المغرب، كاين فيهم واحد كيما يقولوا واحد لابارتي اللي كيعلموا فيها شويه لا ماجي، ولكن من الاحسن تكون تخصص تكون مدرسه خاصه بلا ماجي. ان شاء الله هذاك هو الحلم ان شاء الله الاول، كيما يقولوا واحد الخطوه الاولى اللي غادي يمكن لها انها تاثر بزاف ديال الشباب عندنا في المغرب، وغتنفعهم وغتنفعهم. وحتى حنا حيت انا ماشي ربما كاينين بيان سيغ بزاف ديال لي ماجيسيان اللي عايشين برا يجيو للمغرب ويشاركوا يعني، وداك الشيء اللي تعلموه تما يجيو يديروا ويديروا تكوين للوليدات هنا اللي باغيين يمشيو في هذا الاحتراف ديال الالعاب الخفيفه. جميل. ملي تنتكلموا على المدارس تنظن بانه العدد محدود، هي ماشي مدارس، هي مدارس ديال السيرك كما قلتي، وتا العدد تا المدارس ديال السيرك والشيء راه عدد محدود جدا. شحال كاين؟ ربما وحده في الرباط، هذه سي سيغ كاين وحده في الرباط، شي وحده في طنجه تنظن، وفي طنجه، وهذو من اللي عندي علم. الدار البيضاء كانت وحده وما بقاتش ربما، وكانت وحده في مراكش، واش باقى واش ما بقاتش ما عنديش علم. يعني ما كاينينش بزاف، يعني كاينين في المدن الكبار، ولكن الحمد لله منين كتكون واحد واخا يكون اربعه المدارس هما اللي كيجروهم كما يقولوا ذاك لا لوكوموتيف، انك تقدر يديروا يعني دورات في المغرب، يمشيو يعني لي فيلاج وداك الشيء. يعني كاين واحد ان شاء الله نتمنى. كاين الاقبال على العروض اللي تتقوموا بها؟ واش كاين اقبال اللي اقبال محترم جدا في الدول الاوروبيه؟ في الدول الاوروبيه هذيك لا تنعرفوا دوك الناس. لا ما كاينش. الحمد لله. ديرها في القيد، تجمع الدرب كامل تخوى بلجيكا ولا فرنسا ولا اسبانيا، هنا في المغرب. لا هنا في المغرب يتجمعوا عليك ولكن باش يعرفوا اشنو كيفاش كدير. باش تعرف كيفاش كيفاش ولكن تزيد تشارك. ملي تدير هنا معمر تنظم شي مهرجان خاص بلا ماجي مثلا، وجيتي شاركتي
واش نفس الاقبال و... كان كيتنظم واحد المهرجان في يعني في اوائل 2000 2001 2002 على ما اظن في مراكش كان اسمه على ما اظن المهرجان الدولي للالعاب السحريه ديال مراكش. على ما اظن كان واحد 4 دورات وللاسف ما كملش للأسف. لان كانوا كيجيو يعني دي ماجيسيان من لوروب لي زيتازوني وكانوا كيتشاركوا مع لي ماجيسيان في المغرب. ذاك الوقت كانت هذاك هو كيما يقول السيمانه الوحيده اللي كيتلاقاو معاهم وكاين كاع لي ماجيسيان كيعطيوهم الماتيريال لان كاين واحد المشكل كبير هو ان بعض المرات في الاغلبيه الاحيان كنحتاجوا كيما كنقول ذوك المواد باش كتدير لا ماجيك لي كارت او يعني الاشياء اللي كنخدموا بهم ولا كانت على حساب الخشبه يعني لا سين كاينين دي تور اللي هما عندهم تكلفه باهظه وباهظه يعني لا تتصور. كاين دي تور مثلا كيمشيو واحد 50,000 دولار 80,000 دولار 80 مليون يعني كيوصلوا يعني كيوصلوا هذاك الثمن. ولكن يعني كيجيو كيعطيو للدراري هنايا يعني كيشاركوهم كيخليوهم ليهم باش هما كيتعلموا وكيهنوا الطموح. جميل ان شاء الله نتمنى انهم يرجع هذا. كيف ما وعدنا المشاهد الكريم بغينا نشوفوا شي حاجه مباشره في اللايف. اللايف يلا ندير شي حاجه اللايف ندير واحد كيما يقولها اكسبيريونس تجربه الله يخليك. هذه التجربه هذه اولا غادي نوري المشاهدين وانت معاهم ان جميعا نمشي بشويه باش تشوفوا جميع لي كارت انهم يعني كلهم مختلفين ويعني وما كاينش شي حاجه اللي كيما يقولوا بيزار. غادي نخليك الله يخليك تاخذ اون كارت اللي بغيتي بلا ما توريها لي انا ولكن تقدر غير لك نتايا اللي بغيتي خذ اللي بغيتي خذ اللي بغيتي بيان سور نضحك عرفتي باش غادي كيما يقولوا نبقاو عاقلين على ديك لاكارت ديالك وتكون عندنا واحد اون كارت اونيك في العالم يعني ما نقدروش نكونوا نديروه لا دوبل هو انك غادي تسيني اسمك او اللي بغيتي في ديك لاكارت في الوجه في الواجهه تسينيها وباش تكون عندنا كارت واحده في العالم اللي بحال هكاك يعني ما نقدروش نديروا جوج يعني ندير فيها العالم اللي بغيتي اللي بغيتي يعني كتب او اسم او رقم او اللي بغيتي انا باش تعلم باش تكون عندنا يعني كارتة واحدة في ما نقدرش نديرو لها كيما يقولوا ذاك الدوبل. ناخذ هذا هنا نحطو توريها مزيان انا غادي ناخذها باش يعني نوريها لهم اخر مرة. كتسمى عرفتي هذا كنسميوه الميلونج بالعربية يعني كندمصو هذا هو يعني الطريقة انها كندمصوا لي كارت ولكن الا درت هو داك الصوت اللي قلتي قبيله هو انا درته عرفتي علاش لان كيمكن لي لا كارت ثقيله هي اللي كتطلع فوق هذا لوجو هذا ولا كارت ديالك حيت درتي فيها لونكر وسينيتي فيها الاسم ديالك اللي هو حسين حيت هي اللي ثقيله فيها لونكر دونك كتطلع الفوق دونك سهله. عرفتي شنو غادي نديروا انت غادي قدام الناس بحال كنحيدها غادي نطويها وغادي دير يديك تحل جوج صبعانك غا صبعانك جوج بحال هكا بحالي هكا وغادي تشدها وغتخليها تما ما تحركش ونبقاو انا وياك والكاميرا يعني شادانا في نفس الوقت انت سينيتي كارتا وحتى انا غادي نسيني كارتا بحالك وعلاش انا كتبت الاسم ديالي ونوريها بيان سيغ للمشاهدين بيان سيغ نوريها لهم عاوتاني نوتخ فوا فوالا وغادي ندير نفس الشيء بحالك واخا وها قدام الناس يعني غادي ندير واحد هذه هي الاكسبيريونس انني نقربوا ولكن ما نتقايسوش يعني نمشيو بشويه ولكن كتحس واحد الانرجي اللي كاينه بيناتنا بشويه حسيتي بشي حاجه؟ حسيت بوالو لان عندي لامبريسيون خديت لك ديالك حسين انت شنو عندك؟ حفيظ جود هذه لاكارت ديالك وهذيك لاكارت ديالي وهذا هو كتسمى بالرقم تقشع حفيظ حسين لا كدرتي لها هذا هو السؤال اللي يعني كيرجع سوفون كيقول كيفاش درتي لها هذه هي يعني هذا واحد شي العاب خفه هذه العاب خفه يعني ما حسيتي حتى شي حاجه يعني لا ما حسيتو ما نشوفوش يعني هذا هو هذه خفه هذه غا خفه يعني 1000% غا خفه كاينش السحر هذا سؤال فين ما تنهضروا على لا ماجي ولي تور اللي تديروا سحار وعنده الجن خدام معاه وتيدير مع تيعزم بالليل وداك الشيء واش
واش باش نقطعوا الشك باليقين حافظ، واش انت محترف العاب خفه؟ هذا مسار ديال التدريب، مسار ديال الخدمه، مسار ديال الممارسه اللي تتوصل به هذه النتيجه تماما. بحال اي كويري تولي تمام. كويري بزاف، اي سباح ولا تولي سباح بزاف الى اخره، راه يا ممارسه تتولي تحطم ارقام قياسيه في ديك الرياضه اللي تتختار. فانت واش هذه الممارسه اللي خلاتك تدير اخويا هذه مثلا اللي شفنا دابا؟ ما كاينش فعلا فعلا، ما كاينش داكشي اللي تقولوا شي وحدين لا خدام مع الجن، لا والو ما كاينش. يعني انا اتحدى يعني اي واحد يقدر يقول لك اي، يعني كما يقولوا اي تور، اي لعبه شافها اكسسوا كما كنسميوه هذا الفن ديال الكلوز اب، يعني قريب، وكاين الفن ديال لاسين هو اللي كندير حتى هو، اي لعبه شافها داك يعني انسان مقسوم في النص او رجليه او راسه او ما كاين حتى لعبه. واتحدى وانا كنقول هنا من هذا المنبر عندك، اتحدى اي واحد اللي يقول لك راه كاين الجن، نقولوا يعني ما تقدرش تبر بروفي، ولكن انا نقدر جو بروفي كو يعني سو سون كو دي تروك كما كنسميو، سو سون دي تروك، هنا اشياء اللي كنلقانا الجمله هي خدعه البصر، تخدع البصر بديك الخفه وبديك شي حوايج تديرهم والتمرين، يعني راه التمرين كاين مثلا واحد مثلا دي تور اللي كيشدوا واحد مده طويله ديال مثلا 6 شهور او سنه ديال التدريب يومي 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 باش دير واحد ليفي ديال فراكسيون سكوند، يعني سكوند كتاخذ لك واحد الوقت كبير تدرب عليها 4 شهور 5 شهور باش ديرها انت في جوج ثواني ثلاثه اكزاكتومون. مثلا لو تور اللي درنا قبيله يعني في خارج البلاطو هذا كان خدا لي 6 شهور، يعني كنهضروا يعني 6 شهور انت 6 شهور انت تدرب عليه، حنا خربقنا درب عليه نهار وليل كنعس فيه وكل شيء نقول لك كيدير ليها ايوا يعني باش نقول للناس شنو دار قبل ما نصوروا في البلاطو، بريكي اللي تتشعل بها الكارو مكتوبه فيها واحد، ما بغيناش نقولوا السميه لا مارك لان مارك تجاريه، مكتوبه فيها واحد السميه، تيقول لنا ها انتم السميه، ها هي ها هي تيديرها ما تتبقى السميه، والله ما تيبدل البريكه باقا عنده تنشوفها، تتحيد السميه تعطيها لنا كلها بلون اصفر، كلها بلون اصفر، تيديرها زرقاء ياك، تيدير تترجع البريكه فيها الكتبه ديال سميه الشركه، ويدير بيدوها وانا حاضي، وواليد حاضي، عادل حاضي، امين حاضي، كل شيء حاضي، والو الحمد لله. شحال 6 شهور انت تدرب باش وهذاك الشيء في يدي، يعني ما غادرش حتى نقول لك ملي كنت كنعس، يعني كنعس هو في يدي، كنفيق هو في يدي والنهار كامل، لان كما كيقولوا خصو يولي ذاك اي تور دو ماجي، يعني اي تور خصو يتقدم بواحد الطريقه، لان بحال اللي كتشرب الماء ما كتفكرش غادي نشرب الماء خصني نحل نهز، يعني ما كتفكر كتولي اعتياديه اعتياديه، وهذا هو اللي كيجعل انك خصك تمرن وتمرن وتمرن باش يولي هذاك الشيء اعتيادي، انك تاخذ كما يقولوا الكونفيونس، يعني اون سوا الثقه، الثقه في النفس، وبالثقه في النفس كتجيب بالعمل، يعني الا خدمتي خدمتي خدمتي. وهذا هذا اللي تنظن بانه ما يؤكد ربما الكلام اللي تنقولوا اللي تتقول السي حفيظ، هو انه للاسف انه بعض المحترفين العاب الخفه في العالم عالميين اللي ماتوا وسط لسان، بحال مثلا يعني مسائل تراجيديا وقعات تتاكد بانه راه هذاك السيد غير غلط في الحسابات ديالو، بحال هذاك اللي كان طاع عليه واحد تقول وكان غادي يفك راسه في واحد الوقت معين، ما وطاع عليه ذاك تقول على وجهه وقتلو، كاينين الناس اللي وقع لهم هذا الشيء، هي مساله حسابات تعطل فيها ياك، هذا الشيء اللي هذا هو اللي كاين، يعني مساله حسابات، وكاين واحد الماجيسيان واحد اخر اللي قطع المراه ديالو، كانت هي المراه ديالو هي كيما يقولوا لاسيستونت ديالو، وكان غيدير ذاك لو تور ديال لا تابل، يعني لا فام الونجي في لا تابل وهو كيقسمها في النص بواحد لا ترونسونوز، وكان مشكل وما ردش ليه البال وقتل مرته يعني كاينين. اذا هنا تيبين الامر راه حسابات فقط، حسابات وتدريب ولا ماجي، يعني كاين اغلبيه كيما يقولوا دوك لي تروك ديال الالعاب ديال اللي كنديروهم في داخل فيهم عاوتاني لا فيزيك ولا سيونس بزاف 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 يعني لا فيزيك. واخا واحد القضيه وانت تتمارسها السي حفيظ هو انك ممكن حفيظ تهز الناس في السماء ناعسين
هذه كتاب تالي هذيك سي لا فيزيك اللي داخل فيها حسابات ما يمكنش داخل فيها حسابات فيزيك كما يقولوا سي لا فيزيك يعني مع الجاذبيه وكاينين حوايج اللي يعني كاينين حوايج هما كاينين ولكن الماجيسيان كيخدم انه بحال يخبعهم ويجعل هذاك لوتور ماجيك يعني سي لا بريزونطاسيون اللي كترجع من هذاك اللعبه اللي غادي يقدم للمشاهدين سحريه سحريه يعني تولي سحريه وحنا كنقولوا لاعب يعني كيسحرنا بالكره ديالو يعني السحر الحمد لله موجود في الصباح كتلقى الشمس او القمر منظر ساحر الى يعني كاين هذا هو داك حيت بحال نقولوا سات في غيفي انك بحال كتحلم وانت راك فايق هذا هو الحمد لله صحيح البيت من هذا الفن صحيح الله يوفقك حفيظ قود انت تمثل المغرب في هذا الفن الحمد لله بطبيعه الحال نتمنى لك التوفيق وتي من الناس اللي تيمثلوا المغرب على المستوى العالمي ومثلوا خير تمثيل في هذا الكوتي هذا انك فزتي في ايطاليا وفرنسا وفي بلجيكا بالرتبه الاولى تبارك الله راه ماشي سهله تنعرفوا حنا اكبر محترفي العاب الخفه كاينين في اوروبا تيبهضوا العالم وجيتي حفيظ من المغرب وقلتي لهم غادي نزاحمكم وزاحمتيهم زاحمتيهم يا اخي بغينا شي حاجه بغينا نزيدوا على الذكر انني زاحمتهم انهم بالطبع هما عندهم كيما يقولوا واحد لو ستيل واحد النمط ديال لا ماجي اللي ربما فيه بعض المرات الخفه او بعض المرات فيه اشياء كبيره كيخرجوها او كيغبروها وكانوا مشاركين معايا بعض يعني المشاركين اللي كان مثلا واحد لوبجي يعني هيليكوبتر ان هيليكوبتر اللي غادي يخرج ديك الساعه في لاسين لاباريسيون وانا كنت مشارك وفاش مشينا يعني تبهت قلت ما يمكنش انا نشارك بهذا التور اللي انا جاي به وكنت في لابلجيك هذاك الوقت والمنظمين قالوا لي لا خاصك تشارك انا قلت لهم انا بالعكس ديك الساعه كنقول انا راه كان مثلا غايقولوا مغربي وانا ما بغيتش نكون مغربي دار هذه الحاجه صغيره زعما وقالوا لي شوف هذيك الشيء اللي كدير هو احسن ما شفنا يعني هما سوسون دي ماجيسيان اون بلوس قال لي داك التقديم ديالك اللي كدير ليه تقديم يعني يونيك كما كيقولوا قال لي خاصك ديره والحمد لله يعني درته وفزت بذاك السيليست دور ويعني ما كنتش كنتظر صراحه لان كانوا هذوك خرج هليكوبتر واحد خرج يعني اباريسيون دو بليزيور بيرسون يعني سوسون دي تور لي ساكوت يعني التكلفه ديالهم غاليه بزاف ولكن الحمد لله الجمهور والناس اللي يعني المحترفين لاحظوا ان طريقه التقديم مخدومه مع كيما قلت لك جوفي دو تياتر الحمد لله عزيز علي اننا نتكونكت مع الناس واخا انت في الخشبه كنبغي نبقى قريب للناس والضحكه ومن جميل تجمعتي المسرح مع ألعاب الخفة وعطيتي واحد المنتوج رائع ومقنع دابا هذا الشيء اللي شفت راه شوف باقي شادهم باقي تنهضر معاك وباقي دماغي تيدور كي داير ايوا دابا عرفتي شنو هذاك اللوتور اللي قلت لك اللي هضرنا عليه راه هو هذا هذاك هو لوتور هذا هو لوتور يعني بهضرتك هذا هو لوتور غادي نوقفوا لانه نرجع هذا شويه للنور بحال هكا ناخذ شويه ديال المساحه هذا لوتور غادي نديروه انا وياك يعني وغيكون المشاهدين بيان سور الناس حتى هما يقدروا يشاركوا معنا كما يقولوا هذه سيت اون كورد بلانش هذه سيت اون كورد بلانش كما كتشوفوا كنسميوها افيك دوبو و اميليو في المغرب كيقول لي هادو جوج كرينات قلت لهم واه جوج كرينات الا بغيتو وهذا اميليو ولكن كنقول لهم الا لاحظتوا مزيان وانت معايا السي حسين لاحظت انت مزيان نقدروا نلقاو تخوا بو و ان سول ميليو واحد شوف ثلاثة فوالا يعني ثلاثة انا غادي نوريك والا لاحظتي مزيان اونكور بلو برو ها هما كاينين ربعه ديال لي بو يعني ربعه ديال هذا ربعه وان سول ميليو يعني هذه كيما يقولوا تشوف من القدام للور انا غنعطيهم لكم من بعد يعني مربعه هذه كيوليو عندنا غا زوج حقيقه الله سي حسين قول لي هاد لوبيراسيون شكون سميو هذه جو فيغ ان عقده فوالا جو فيغ ان نو فوالا جادور الانتراكتيفيتي دي بيبليك سي بور سا اي لا جو في بروندر اون بير دو
مقص لا صباعي كنت قريب ليها قريب ليها ولكن مقص اللي كتقطع لا كورد. سي حسين الا هاد لا كورد الا قصبتها على جوج شحال من كورد غتولي عندي؟ جوج. راك متبع معايا الله يهدي متبع معايا وليو عندنا جوج ولكن جوج ما عندهمش نفس القياس نفس الطول فوالا ما عندوش نفس الطول ولكن في العالم ديال الالعاب السحريه في العالم ديال الالعاب السحريه نقدوا نردوهم بجوج في نفس القياس ها انت اللي كتشوف انت والمشاهدين كيوليو يعني في نفس القياس بجوج هذه هي ليليزيون يعني هما جوج في نفس القياس. سي حسين ها انت الله يخليك سوفل سيغ لا ما بحال هكا وراه عندك لو سوفل ماجيك سي حسين خصك غا تيقف نفسك اجباتي يعني تقطي غتولي انت تدير اللي تاخذ ماشي يعني فوالا ها انت عايوا ولات غير وحده هذيك قيسه وما باغيش ما نطيقش ما نطيقش ياك ها انت نقدر ناخذهم بحال هكا وقدامك وقدام اعزائي المشاهدين غادي ندير لها بحال هكا انت غتشوف غادي يسافروا من اليمين لليسر بالنسبه لكم انتوما غادي بحال هكا اي سافواياج تو اه وي تمشي من الجهه اليمين اليسريه. شكرا 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 على التصفيقات الحاره شكرا شكرا ولكن سي حسين شكرا سي حسين عرفتي شنو هنا قدام الناس غادي تحل يديك الله يخليك على يد وحده دابا غادي تسدها وجيب معايا يديك تبعني 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 فوالا وخلي يديك هنايا باش الناس المشاهدين يشوفوا يديك خلي يديك هنا ما تحركهاش غادي نعطيك ليبو ديالي بحال هكا اعتقد يسكلي خلي يديك هنا خلي يديك هنا مشاهدينا باقي خلينا ندعوكم لا لا باقي باقي بلاتي سلمي غافينيا لان انت عندك ليبو ديالي وانا هنايا ولات عندي ان كورد ما فيهاش ليبو حيت انت اللي خديتي ليا ليبو خصني نردهم انت اللي خليك هزي حل يديك للسما حلها حلها انا نخلي الكاميرا تجي دير واحد فوالا تو بخي بحال هكا وبقاو هنايا الله يخليك بالنسبه للساده المشاهدين غادي ندير بشويه تخي تخي لونتمون باش تقدر تشوف ولكن انا شتو غاسيو ما غادي تشوف والو ندير بشويه هكا ينطبق عليك هنايا بشويه بحال هكا خلي يديك تما الله يخليك لا صح لا ما نقدرش ندير اكثر هكا بشويه درت بشويه باش تقدر تشوف يعني قلت لك ما نقدر نشوف حتى شي حاجه ودير النظاظر تنشوف اربعه المرات ايوا ما بقى لنا الا نختموا خليك واقف لان باش نمشيو انا وياك اخويا قول لي مشاريعك المستقبليه حفيظ بغينا نشوفوه مستقبلا واش ممكن نشوفوه في شي مهرجان هنا في المغرب واش ممكن نشوفوه في شي مهرجان عالمي في نيويورك ولا غيرها شنو عندك مستقبلا بعجالة عطينا في واحد جوج دقائق ثلاثة ان شاء الله في المستقبل القريب احنا دابا كنديروا تورناج في واحد 30 حلقة اللي غادي تدوز ان شاء الله في رمضان مع اللعابة ديال الفوت يعني ديال الكرة المحترفين ديالنا في المغرب وهذوك الحلقات يعني عبارة عن كابسول اللي غادي يدوزوا ان شاء الله يوميين في رمضان غيكونوا على فلاشين يوتيوب ديالي حفيظ جود اللي هذا هو اللي يعني المدى القريب والمدى البعيد ان شاء الله كنتسناو ان هاد الجائحة سالي ولي تياتر يحلوا لان كاينه لا تورني ديال السبيكتاكل يعني في سور سين لي سبيكتاكل 1h45 1h45 مينوت وان شاء الله منين يحلوا ان شاء الله اون فانفيتي ان شاء الله الناس يجيو يشوفوا حفيظ جود يعني لايف ويشوفوا هذا الشيء عن قرب ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله شكرا شكرا دوزان 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 ولا المطريه ندير بيان سيغ هذا معنا شكرا ليك شكرا على الاستضافه خويا حفيظ شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه شكرا على حضورك اطربت انا والله غنقولها هكا اطربت انا من الطرب شي حاجه ابداع ورائعه جميله جدا